بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي. موضوع اليوم هو راح نشرح على بطارية الليثيوم بوليمر. هذا النوع هو من البطاريات. هذا النوع يستخدم داخل اللابتوبات الحديثة وبداخل الآيبادات وغيره. وطبعا أكثر هاي البطاريات هذا الموجود بداخل الهواتف النقالة، يكون بهذا الشكل، هو قابل للطي والحركة المرنة. النوع هذا اذا نشوف السمك ماله، سمك البطاريه يكون بهذا الشكل. السمك طبعا هي جدا طبقه مالتها تكون رفيعه، بينما الليثيوم ايون يكون بهذا الشكل. القراءه اللي موجوده على البطاريه الليثيوم بوليمر، هاي الكتاب اللي هنا موجود، هذا الاسم ال اي بوليمر باتري، موجود ليثيوم بوليمر باتري، وموجود ايضا الفولتيج قد فولتية البطارية، وأيضا الساعة مالت البطارية اللي هي 5800 ملي أمبير. تكون هاي البطارية اللي هي 7.5 فولت تقريبا، بها بداخلها عدة خلايا موجودة، مثل هسه الشكل التقاسمي اللي موجودة بالبطارية بهذا الشكل. الاثنين ذني مربوطات يعطينا 4 فولت، وذن الاثنين أيضا مربوطات يعطينا 4 فولت، والنتيجة هي 8 اللي هي 7.6 بالعشرة أمي الفولت، يعني 8. أيضا البطاريات، هذا النوع من البطاريات مدعوم بي ام اس، موجود هنا بداخله، موجود بي ام اس وموجودة بهاي الأسلاك اللي موجودة. هسه راح اليوم الطريقة اللي راح نسويها هو نفصل الأسلاك ونتعلم شلون نشغل البطارية ونستفاد من عدها. نستفاد من عدها بهواي أمور. لأي شيء تحتاجه للإنارة، تحتاجه للمراوح، تحتاجه لأي شيء. هذا النوع هو أيضا من ليثيوم بوليمر، أيضا موجودة هنا مطبوقة، هنا خليتين موجودات، وهنا خلية واحدة، وهنا البطارية هي 12 فولت حسب لوحة البيانات اللي موجودة هنا على البطارية. أيضا هي مثل هسه، هذا اللي نشوف الفتحات اللي موجودة به هي 8 فتحات، الأطراف 2. هاي كالبطاريات القديمة، يعني أحكي لكم عن نفس هاي البطاريات القديمة اللي كانت موجودة، هاي تشغيل هاي البطاريات نفسها. لكن اللي راح نشرحه اليوم نوحة إن شاء الله هو اللي بيها كيبل موجود هنا، شلون نفصلها وشني المواصلات، الموجب والسالب والشحن، وايضا اكو بها اسلاك هي لدلالة البطاريات شقد وصل شحنها، يعني علامة الشحن اللي موجود بكل خلية شقد، 4 أو 3. ان شاء الله طريقة بسيطة. البطارية هاي القديمة اللي وضحناها هي ان 2 منها يكون الموجب و2 يكون سالب، واللي بالمنتصف هنا التشغيل زر مال القفل الدائري الاون يكون. ايضا هاي بطارية الليثيوم بوليمر ايضا نفس الحالة، تكون 2 من اليمين و2 من اليسار موجب وسالب، وبالاطراف هنا اللي راح يكون القفل والقفل الدائري تشغيل الدائري بهذا النوع. ايضا نفس المشكلة، ما عندنا بهاي المقابس اي مشكلة، ما عندنا، هي نفس الشيء، لكن الطريقة والاختلاف يكون بهذا النوع من البطاريات الليثيوم بوليمر. هذا النوع هو موجود بكابل، وموجود به هنا اكو مقبس، هذا موجود احنا اللي نحتاجه اكيد. احنا بعد ما ناخذ البطاريه هاي اللي هي تكون مستخدمه، طبعا هي مو جديده، هي زايده عن الحاجه موجوده عند المصلحين، او نشتريها بقطع الخردة او غيره، وتكون بها يعني بها مده كافيه ومفيده من الشحن. اول شيء هذا الكابل اللي موجود هنا راح افصلنا بالكثر، نفس الكابل اللي موجود هنا، هسه نزيل غطاء الأسلاك اللي موجود وبدون ما نتلف الكابل بهذا الشكل. الأسلاك اللي موجودة عندنا هنا هي 10 أسلاك مربوطة بالبطارية. الـ10 أسلاك هاي هي تكون 3 موجب و3 سالب و2 تحفيز، أي يعني تشغيل البي ام اس اللي يكون السويتش مال الاون والاوف، وسلكين راح يكون هنا القراءة مال البطاريات، مال الليفل مال البطاريات شقد مستوى الشحن اللي موجود. نبدي تكملة الشرح، هو ان هذه الأسلاك إذا انباوع هنا على الغطاء هذا، نزيله منه على المقبس ونشوف التسلسل مال اللي موجود، راح يكون الابيض والرمادي
والزهري راح يكون ذن ثلاث ألوان، هنا السالب الجهة السالبة. أما هنا عندنا الأحمر والأسود والشفاف هو الموجب الجهة الموجب. راح يكون عندنا البرتقالي هذا وهي الأصفر، هي قراءة البطاريات الخلية الأولى والخلية الثانية القراءة مالتها. وراح يكون عندنا هنا الأخضر وهي السمائي أو الأزرق الفاتح، هو السويتش الأوف والأون. فنبدي احنا هسه ندمج الالوان اللي شفناها بالتسلسل. هاي الاسلاك الثلاثه هي الموجب، الاسود ويا هذا الكابل السلك الشفاف ويا الاحمر هو موجب، ندمجهم كلهم بهذا الشكل ونوصل لتوصيل واحد. هاي الجهه الموجبه. لان الثلاثه ايضا اللي بالطرف ايضا هنا راح يكون السالب مال البطاريه هذا الشكل. الاحمر والاسود هاي الجهه هي موجب وهاي الجهه هي السالب حسب الترتيب اللي موجود هنا حتى ما يكون عندنا اي غلط. اللي راح نستخدمه هو مصباح 20 واط، هذا 20 واط كلش كافي، والحمل ماله بريته عالي. الوصله هذا الموجب وهذا السالب، ما اشتغل عندنا المصباح. لا تشوف الدائره ما بتوصل، لكن اثناء الدمج مثل ما تشوفونه يوصل يشتغل بهذا الشكل، ما راح يستمر لان الاسلاك مفصوله. فاللي نسوي هو من ندمج الاسلاك ونتركها شويه ننتظرها، ما راح يطفي المصباح، اكتملت الدائره. وايضا الحمايه مالت البي ام اس هي موجوده، حمايه الشحن والتفريغ. هسه اثناء توصيل الاخضر ويا الازرق واسوي دمج بالاسلاك راح يفصل عندنا، فصل المصباح بهذا الشكل وما راح يشتغل الا ازيل الاسلاك افتحها، اسلاك البي ام اس الحمايه اللي موجوده هنا. وارجع اوصلها بهذا الشكل. يلا اشتغلت الدائره. البطاريات هواي عليها اسئله، طبعا هاي هواي قاعد تجيني تعليقات اسئله فحبيت اوضحها لكم. الشحن مالها البطاريه هاي اللي موجوده عندنا هي 7.5 فولت، راح نعطيها 12 فولت. ال 12 فولت مهما كان امبير عالي هو ما راح ياثر على البطاريه. وهذا الشورت سيركت ايضا، هاي كفحص للبي ام اس ما عندنا مشكله. الشاحن اللي راح اشحن به هو 12 فولت عادي، ما راح ياثر على البطاريه ما يسبب اي مشكله. يعني هنا عندنا 12 فولت، اذا اركبها يكون الشحن هو على نفس المكان، الشحن والتفريغ نفس مكان التفريغ اللي مركبين به. الاسلاك اللي موجوده اللي تفحص لنا الخلايا، قراءه الخلايا ايش قد اللي موجوده بها الشحن، هو هنا الموجب، نستخدم الموجب ونستخدم البرتقالي الخليه الاولى نفحصها، والخليه الثانيه قرات لنا 35%. فالذني الخلايا اللي موجودات هنا، والاثنين ذني هنا التشغيل الاوف والاون، وهاي مجموعه الموجب وهاي السالب مالات البطاريه. ان شاء الله وضحت الطريقه. والشحن والتفريغ هو من نفس الاسلاك، مخارج التفريغ هي يكون من اداء الشحن بنفس المستوى. هذا النوع من البطاريات هو الليثيوم بوليمر، اللي هو شبيه بالليثيوم ايون لكن هذا اكثر امان، والوزن ماله يكون اخف وبسيط، تقدر تستخدمه الامبريه مالته عاليه. قراءه الامبريه تكون موجوده هنا على الليبل ماله على البورد هنا بهذا المكان 5100 ملي امبير، تقدر تشغل عليه اي شيء. تقدر تستخدمه كباور بانك اذا تضيف هاي البطاريه تخلي لها منظم جهد 7805، تقدر تخليه شاحن للهواتف. شكرا لكل من تابعني لحد هاي اللحظه، لا تنسون الاشتراك بالقناه. أي سؤال بالتعليقات أنا بخدمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.